على ألسنة كل الخدم هنا، فهم ينتبهون كيف تعاملني. لا تهتمي لهم. إلى أين تذهب؟ إلى نادي. أرجوك فلنذهب سويا. أذهب لأتسلى وليس لأتضايق بتحمل غيرتك. تعرف جيدا أنه كان لدي أسباب مهمة لأغار في ذلك الوقت المرأة المدعوة بريندا الأفعى. هذا يكفي. ماذا كنت تعتقد؟ أن أتحمل الذل دون أن أتحرك؟ الإذلال كان في رأسك فقط، ولو لم تبدأي بهستيرياتك تلك لربما كان كل شيء بيننا مختلفا الآن. لويس فرناندو، فكر أنني سأكون والدة طفل هو طفلك. أفكر بهذا دائما. بالمناسبة حان الوقت ليظهر الحمل عليك. ما بك ثريا؟ أتحاولين إخفاء حملك عبثا أم ماذا؟ سيدي، في الأسفل فتاة تدعى ماريا تريد رؤيتك. أخبرت الحارس أنها قريبتك. ماريا؟ ماريا ها هنا؟ نعم ليسيا. حسناً، يمكنك الصعود أنستي. أعتذر، لم أتصور أن تكوني قريبة السيد دلافيغا. رأيت؟ في المرة القادمة استعمل ذكائك بني. كيف أصعد إلى فوق؟ تعالي أرجوك تعالي. أرني كيف؟ مانويل، خذ الشابة إلى مكتب السيد دلافيغا. تفضلي أنستي. إلى هذه الغرفة؟ لماذا؟ لتصعدي إلى المكتب. نعم أعرف، لكن كيف سأصعد؟ هيا. لكنني لا أرى أي سلالم داخل الغرفة. هذا مصعد أنستي. لا، لن أصعد، فأنا لم أرى في حياتي أمرا كهذا قبل الآن. أرني كيف أصعد. تدخلين، تقفل الأبواب، أضغط على زر وتصعدين إلى طابق السيد لافيغا. وأبقى عالقة في داخله وحدي مع هذا الرجل؟ لا، مستحيل، الأفضل أن أصعد على الدرج. 8 طوابق. يا إلهي، كم درجة سأصعد؟ حوالي 200. 200؟ 200؟ لا، بالمنزل بالكاد توجد 20 درجة، وأصل إلى غرفتي وأنا متعبة ومنهكة. لهذا يوجد مصعد، هيا اصعدي. لن أكلك. طبعا لن تأكلني، الويل لك إن حاولت، لأنني سأركلك بقوة لدرجة تعجز فيها عن الجلوس. حسنا، ادخلي ولا تخافي يا فتاة. رقبتي أنت. يتحرك. نحن نصعد. هاي ساعدني يا الله، ساعدني. أشعر بدوار. أنت شاحبة يا ابنتي، ماذا قال لك؟ هل أنبك؟ يجب أن أنفذ الخطة بسرعة. لويس فرناندو سألني للتو لماذا لم يظهر حملي، وأنا لن أنتظر بعد. يا للهول، تصور عمي الأشقر، شعرت بخوف بالغ عندما صعدت بتلك الغرفة إلى هنا، لكن لم يكن الأمر خطيرا، فقد صعد بكل هدوء، لأنني لو صعدت 200 درجة مشيا لكنت موت. لكن ما تفعلين هنا ماريا؟ لقد عرفت أنك كنت مريضا عمي فرناندو. من لبي، كان مجرد صداع بسيط عابر. لكنك شعرت بدوار منذ أيام عمي الأشقر. ولم يتكرر ذلك. إذا دعني أنظر إليك جيدا. هيا، بصراحة أنت تبدو شاحبا جدا عمي الأشقر، لكنني هنا الآن وسوف أجعلك تتعافى بمنتهى السرعة. أنا جادة عمي فرناندو، لكن تذكر أنني قلت لك أنني سأعمل معك، وأنا هنا معك جاهزة ومستعدة لكل شيء. ماريا، لكن ماذا ستفعلين أنت هنا؟ وتسألني؟ أعتني بك بالطبع، كيف لا وأنت حبيب قلبي؟ أنا لا أحتاج لمن يعتني بي. بل تحتاج بالطبع للعناية. اجلس اجلس اجلس. أهم شيء في الحياة أتعرف ماذا؟ أن ندلل المريض ونوفر له الراحة والهدوء. ولكن لذا منذ الآن سأبقى هنا وأجلب لك القهوة، أو أذهب للدكان لأجلب لك ساندويتشا باللحم، علي الفلفل. المهم أن تكون متاحاً. لا 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 لا، لا تتكلم، لا تتكلم، لا. صدقني لا يمكنك أن ترفض. منذ اليوم عمي الأشقر سأبدأ العمل في مكتبك شئت أم أبيت.
لويزيتو؟ 8+8 ها؟ 16. جيد لويزيتو، جيد إن استمريت هكذا ستصبح راقيا قبلي. لا تسبقني إلى هذا وإلا غضبت منك. هل يمكن اليوم؟ اليوم بالذات ثريا. إذا سأبدأ بتنفيذ خطتي فورا. الآنسة ماريا تناولت الطعام في غرفتها لأن لديها فروض. تمضي وقتها بالدرس والاعتناء بالحيوانات والذهاب للعمل في المكتب سيدي. كيف تتصرف ماريا أبي؟ يمكنك أن تتصوري يا ابنتي، متهورة بعض الشيء، تقوم بأشياء غريبة. كيف فكرت تلك الفتاة أن تعمل في مكتبك حبيبي؟ نيتها طيبة ماما، بدافع الامتنان. شهادتك مجروحة فلاديمير، فأنت مثل أبيك مع تلك الفتاة. لو ترين كيف تكرس نفسها للعناية بي، تهتم بي طوال الوقت. تفضل. أحيانا تفلت في ذلك. شيء تذوق. هيا هيا. لو أنك تتمكنين أن تحبيها فيكتوريا. أنا لا أكرهها فرناندو، لا ذنب للمسكينة إن كانت هكذا. عجبا، أخيرا أسمعك تقولين شيئا لصالح ماريا. أمي ستحبها أخيرا. وأنا أيضا أظن ذلك، صح مامي؟ كارلوتا، هل خرجت باكرا السيدة ثريا؟ نعم، قالت لي عليها أن تتبضع سيدتي. لست نادما لأنني آويت ماريا، هي ملاك تكسب حبنا. ما زالت بربرية كما كانت، لكن عندما أحولها إلى شابة كل من في المنزل سيحبها، حتى أنت فيكتوريا. اتفقنا على كل شيء مخيا؟ أظن ذلك ثريا. مدهش، حان الوقت لتقوم بأدائك المفضل. أطلب الرقم. دونا فيكتوريا ديلافيكا. أراك عند الظهر حبيبتي، وأمل أن تتغير تصرفاتك حيال ماريا مع تغير رأيك فيها. لا لا يعقل أن تكون ابنته، ولا أصدق أبدا أنه مغرم بها. إلا فرناندو حبيبي لا يستحق أن أفكر به هكذا. ألو؟ نعم هي تتكلم. ماذا؟ لويس فرناندو بوني، افتح. لويس فرناندو افتح الباب. أمي لما الإزعاج؟ نمت في الخامسة فجرا. اتركيه، هو ميؤوس منه سيدتي. لويس فرناندو، عرفت أن ثريا تعرضت لحادث وفقدت الطفل. ماريا